إذا خرب بيت أو اثنين أحسن ما يخرب الوطن كله. أنتوا معكم رخصة بهالسلاح؟ هذا سلاح للمعركة. معك رخصة بالمعركة؟ المعركة مع الاستعمار ما بدها رخصة. ها؟ ولشو كل هالسلاح؟ هاي لحرب المدن. وأنا لحرب العصابات. وأنا للقتال من بيت لبيت. وأنا للالتحام بالسلاح الأبيض. إيه؟ والمرحوم وين سلاحه؟ أنا ما بدي سلاح. أي واحد بقرب عليه قبله أنا. استرع. إيه بس ما شاء الله كترتوا كتير. لكن إن شاء الله يكفوا، إن شاء الله يكفوا. اركضوا. ركضوا جيبوا لنا سكاكين المطابخ، محافر الكوسة، سياخ اللحمة، بدنا نطارد الاستعمار بكل قرنية. لك لو بدنا نروح لآخر الدنيا، لك إلا ما نجيب راسه، وأنا بدي كفنه. وهي تياب معارك وحروب هاي؟ هاي بالمرحلة الأولى تياب نوعية، وبالمرحلة الثانية تياب موضوعية، والمرحلة الثالثة عرياني. زهرة زهرة، أنا هلأ مو جوزك لأسكت لك. لك جوز مين يا واعي؟ أنا هلأ جوز الاستعمار، بدي أعمل هيك وهيك بأخته. هي على أرض، على أرض. لذلك أي تعليق يدعو للإحباط صفيكي جسديا. أنت معك رخصة بهالكلام؟ شو يعني والسفر؟ ما في سفر في معركة. شو يعني؟ نرجع المقابر؟ ايه ما عاد تصح لكم. لكن المقابر للاستعمار. بلشنا نلطي ايش وبطل الضمان معكم. ها؟ انضباط مرحوم. ما لك سمعان هذا العلاق شو عم يحكي لك؟ انا ما استعمار انا؟ ولا؟ هيك شكله الاستعمار؟ خلاص لك كيف بتفهم انت؟ كيف؟ لك يا اخي اعتذر منه وخلصونا، لحنا اختلفنا اولا. اسف مرحوم. كل الفارة بده يصير عندهم بيوت كبيرة، عشرات الغرف. كلها معمولة بالرخام الإيطالي، الحمامات سيراميك فرنساوي، المناشف شاموا. يا زهرة والله شوار بيدول لسه لعمل لك يا نص شاموا ونص موهير. أي الطز. زهرة كلمة تانية بصفيكي عقاريا، لأنه أصغر شيء مرتبط بأكبر شيء. أي وبيوت بهالكبر مين بده يقوم بخدمتها؟ والله بصراحة أنا ما عاد لي حيل، أنا بدي خدامي. منجيب لكم خدامات. ايش بدك خضامي؟ منجيب لكم. بس اوعي تنادي لها خدامي، ها؟ لان اي بشر مثلك مثلها وظروفها اضطرتها تشتغل عندك. هاللي بتشتغلي عندهم شو بينادوا لك؟ يا ملكه بلقيس. خليها لالله يا ست زهره. لك ولا يهمك، لك هدول كلهم بدهم يروحوا على مزبله التاريخ. انا مزبله التاريخ؟ انا يا 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 يا